نبدأ بسرعه في ترند الاهلي ومعانا في ترند الاهلي مجموعه من العناوين تصدرت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيره البدايه من حساب كوره بلس على منصه تي اكس وكان في تصريح لباولو دوراتي تصريح كان مهم جدا اتكلم فيه على النادي الاهلي قال الاهلي فريق عالمي ولديه فرصه اكبر في الفوز على العين الاماراتي باولو دوراتي من المدربين اللي لف قاره افريقيا وضرب العديد من الانديه لما نشوف تصريحاته بيقول الاهلي فريق قوي وعنيد وعالمي وشهرته لا تقتصر على افريقيا فقط وفرصه اكبر وفرصته اكبر في الفوز على العين الاماراتي بكاس انتر كونتيننتال. طبعا اخر فريق كان بيدربه باولو دراتي كان نادي الخلود السعودي. طيب كمان في تصريح مهم جدا لنجم نادي العين الاماراتي كاكو واللي صرح وقال بشان الاستعداد لمباراه الاهلي. نشوف مع بعض يمكن كاكو لاعب العين الاماراتي قال اغلقنا صفحه الهلال السعودي. امبارح في مباراه ما بين الهلال والعين وطبعا كانت نتيجه كبيره جدا 5 4 وقدر الهلال يكسب العين في استاد هزاع بن زايد قال احنا خلاص اغلقنا صفحه الهلال بنركز حاليا على لقاء الاهلي وقال لابد ان نعمل بجديه لتعويض الخساره امام الهلال العين الاماراتي كان تخطى الجوله الاولى لما كسب اوكلاند سيتي بطل نيوزيلاند طيب يلا كوره النهارده على حسابه في منصه اكس اتكلم على مباراه الاهلي والزمالك قالوا ان الاهلي واجه الزمالك في كاس السوبر المصري 8 مرات ونجح في التسجيل في كل المباريات كل المباريات اللي جمعت الاهلي والزمالك في السوبر الاهلي نجح في التسجيل في الثمان مباريات مفيش مباراه الاهلي ما سجلش فيها اهداف في مرمى نادي الزمالك طب نروح للوطن سبورت اللي كان مهتم جدا بالاجتماع اللي كان عقد من الكابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي العنوان بيقول الخطيب يتوعد لاعبي الاهلي بقرار تاريخي قبل نهائي السوبر امام الزمالك على عهدة الوطن بيقولوا ان الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة مطولة مع لاعب الاهلي في الساعات الماضية خاصة بعد الفوز على سيراميكا في الدور النصف النهائي قالوا ان الكابتن الخطيب خلال جلسته قال للعيبة ان هو غير سعيد باداء الفريق رغم صعوده لنهائي السوبر مشيرا انه بيلاحظ ان في حالة لا مبالاة داخل الملعب من بعض اللاعبين الكلام بقى اللي من خلال هذا العنوان قالوا ان الكابتن الخطيب وده على عهدتهم يعني الكابتن قال لهم ان لو مفيش مكسب مفيش فوز هيكون في تجميد للمستحقات وتوقيع غرامه تاريخيه حال الخساره من الزمالك. طبعا يمكن ده خبر على وضع الزعماء في الوطن لكن انا عايز اكد لكم يا جماعه ان الاهلي بيشتغل طبقا للوايح. في لايحه بتقول لو كسبت بتاخد كام ولو خسرت بتتوقع عليك جزاءات فيها ايه بالظبط فبالتالي تعرفين بس الفكره في القرايه والترافيك اللي على السوشيال ميديا فبتبقى في عناوين رنانه بخصوص بعض الاخبار.